السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في سوق الخضير في قرية المحلة بمحافظة صبيا بجازان. اليوم السبت الثامن من شهر جمادى الأولى 1443، حياكم الله في موسم الخضير بجازان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله تبارك الله، هنا خلط الخضير. هذا الخضير ما شاء الله تبارك الله. هذا موسم جيزان المحلي، الله يزيد ويبارك ان شاء الله. ابراهيم ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. المرحله الاولى خبط الحبوب، والثانيه الطحين، ثم تصليح اكله الثريث. بالعافية على بطنك. والعافية على بطنك، نعم ما شاء الله عليك. طبعا أنواع الحبوب الأحمر والأبيض. هنا تنظيف الحب من الشوائب والعزم. شاء صور هذا هو ينظف. ابراهيم حمود على كم هذه؟ هذه 70 ريال بس. هذه ما شاء الله تبارك الله. بركاته ما شاء الله تبارك الله. هنا كياس جاهزة. كم الكيس؟ 25. 25.